خوتي خواتي تيني هما غادي نديروا واحد الدويره في مدينه سامونسو نهار الحد كيخرجوا عندنا حد في الاخر شهر 9 وحد في الاخر شهر 5 يعني مرتين في العام تيخرجوا الحوانت كلهم برا كيديروا 50% سميتهم نيغوتيو بياتسا يعني كيخرجوا الحوانت كلهم الشوارع كيديروا 50% في كاع الماركات في كاع الحوايج المهم انا غاديين نشوف واش شنو كاين كيف احبابي انتم معنا المهم داكشي اللي لقيناه داكشي اللي مهم نكتشفوا مع بعضياتنا يلا نقول لكم نتمنى لكم نهار سعيد حتى نتوما اليوم عندنا واحد المهير غزال ما شاء الله هذا الاخر شهر 9 تقريبا ومازال باقي عندنا جو زوين ايوا نتوما حبايبي حنا شدينا الطريق المهم حنا غاديين كيف لكم نشوفوا هاد النيغوتيون بياتسا كيديروها كيف لكم كيديروها في سبتمبر يعني في شهر 9 اخر حد ديال شهر 9 وكيديروها اخر حد ديال ماي يعني ما عادش شهر 5 كيديروا هاد القضيه كيخرجوا كاع اي حاجه يعني كاع المحلات كيخرجوا الحوانت برا وكيديروا الصالب كاين اللي كيدير 50% كاين اللي 40 كاين تقريبا كلهم كيديروا 50% ايوا انا بصراحه باغا نشوف واحد هذا خصني نضادر ديال السمج مع هاد اللي عندي ولاو تيجيو ساعة وشويه ولا كبروا يطيحوا ليا واخا شحال من مره كرزتهم يعني كاين اللي صافي حتى هما دوزوا وقتهم ايوا لقيت شي نضيدرات ان شاء الله نوريكم وعطوني الراي ديالكم معنا دابا وجهي طويل معرفش بلي تيجي معايا اكثر واش كيجيو معايا هادو اللي عندهم الفورما بحال هكا ولا هادوك اللي عندهم الفورما مربعه ولا اللي عندهم الفورما بحال هكا يعني الكوادراتا ولا بحال هكا بحال الروطوندا كنقولها مدوره ايوا خير باذن الله المهم كيف قلت لكم اللي كيسول على الوالده حقا الوالده راها لاباس عليها صحتها راه غدا مزيان الحمد لله راها غدا تخرج ان شاء الله علمونا بالخروج عفوا غدا ان شاء الله مع الربعه غدا تجي للدار ان شاء الله غدا تجي عندي ترتاح بعد الايام ايوا ندلعوها شويه ونعتنيو بها نظموا لها ماكلتها نظموا ليها النعاس ديالها ايوا من بعد وعدها ان شاء الله غادي نمشي عند اخت الكبيره ان شاء الله حيت مع دابا اختي خدامه وداكشي من احسن تبقى معايا حتى اختي ترخف عندها شويه الخدمه عندها شهر 9 الخدمه مزهره شويه ترخف شويه الخدمه وتمشي عند اخت ربي ما عطاني وجهك صافا عندنا جيت ماني كنت نقول لها جيت ماي موطا في السنه ما قايله فيها موطا سافر دي سي تشاو اميتشي مياي كومي ستارتي تطلو بيني سبيرا Oggi stiamo andando a Saluzzo, ci sono negozi in piazza, sapete che sempre a settembre, maggio, l'ultima domenica che fanno il sal, negozi in piazza, allora andiamo a fare un giretto, vediamo cosa c'è e cosa non c'è.
الطبخ. السلام عليكم حبيباتي، انا رجعت للدار. غادي نسمحوا لي بزاف، والله كنعطات بزاف بزاف ما شاركتش معكم الجوله ديالي كلها كيف كانت في السوق. فقط ديك القيطه اللي كنت كنشرب في الكافيه، الولاد مع المنوته. المهم سمحوا لي خوتي، والله العظيم ما شاركتش معكم اللقطات كلها ديال يعني فين شرينا، اشنو شرينا، شنو لقينا، تعرفوا شنو وقع. شوفوا والله العظيم التليفون معنا الصباح خديته بلا ما نشوف واش مشارج ولا ما مشارجيش. المهم تنعتذر والله العظيم. ملي وصلت يلا يعني تلاقيت مع العائله، درنا دويره باقي يلا بدينا. قلنا بدا اول شيء كانت قربات 12 نشربوا بعدا كافي وعاد نكملوا الدوره ديالنا. شربنا الكافي، فاش غصورت لكم ديك القيطه فاش كنت جالسه تنشرب في الكافي، كانت معايا حتى البنوته صافي، يعني البنوته بنت الاخت برينسيبيس ديالنا. المهم ملي كملت الكافي ديالي نت غادي نبدا الدوره ديالي، كنلقى التليفون مشى لي من الصاج. والله العظيم بقى في الحال هذا. المهم ما شاركتش معكم السوق كيفاش كان، الشرفيع السامش ما شاء الله. المهم انا نوريكم شنو شريت بالزبده باش ما نطولش عليكم. المهم نبداو اول شيء بداكشي اللي شريت شنو شرا الولاد. المهم ها انتما، نبداو بعدا بالولد الاول. المهم الولد شرا هاد لي بالطالون، بصراحه انا هذا ما بغيتش واش هو قال طبع حاطين هاد لي جون، هاد الستيل ديال الدغري ولا تيغري. خدا هذا ها هو هاد البالطالون في النوار، هاد الماركة أمريكانية، هو بالك عن بالنسبة لي هو موضة. المهم راكم عارفين هاد الجيل كيفاش ولا داير. كانت دايرة هاد السروال كان داير 100، هاهو كان داير بلاتي واش مقلوبة بعدا، لا هو هداك كان داير 129. المهم خطينا ب39، 39 أورو يعني كان داير 129 أورو. انا تبيعو 30 يعني 8000، 8000 مغربيه. وهذا حتى هو باش هذا عجبني انا بصراحه، حسن حتى هو من هذا اللي كيلبسوا دابا الوليدات مقاطيط، راه شويه هذا راه هو ماشي مكمش، راه هو عنده هاد العيبات هنايا. ها هما هاد الكمشات هذ راه لاموت بالنسبه للولاد. انا تنقول لكم بالنسبه للولاد انا بصراحه ما انا بغيت داكشي تجي عادي ولا شي حاجه سامبل، ولكن راكم عارفين هذا حتى هو كان داير 100، ها هو كان داير 108 الاورو، ها هو حتى هو ب 39، حتى هو ب 8000 يعني كلهم كانوا 100 والفوق. هذا ديال البانيتون، ها هو بانيتون. هذا خداه راه كان طاحت ليه، ها هي باقا عنده ديك اللعيبه هنا، طاحت ليه التيكيت. ها هو واحد اللي كان تيقيس فيه مع قاصح شويه طاحت ليه التيكيت. هذا ها هو، ها هو راه قيسو شويه. هذا ب 64 اورو كان داير 64 اورو، يعني 12800 بحالي. خديناه ب 15 اورو بحال 3000 مغربيه. و هذه بالنسبه للولد ممكن ندوز انا. وهذه الصبر ديالها كانت يقلب فيها، ها هي كانت دايره 125. هذه ما فيهاش الصود، هذه ما خديناهاش من المحل ديال الصود، هذه خديناها من المحل اللي كنا باغيين ناخذوها. ها هي 128 خديناها بنفس الثمن، 128 ما فيها لا صوند ولا شيء. هاد الماركة هادي ها هي بحال تقريبا اللي عندي، هاد الماركة ها هي بحال تبرديلتي. ها هي بغا يبدل شوية، هادي هاد المايك تا هو هي بس زوينه من الداخل كتكون ها هي مريحه بصراحه. هذه طالعه معني تواكر، شفتو كان عنده مشكل في ليكافيليا يعني بالكعبه فاش كان طاح. هذه من احسن الناس تجمع لي هنيك الكعبه تبقى مجموعه لي في هذا البرد. و
شوفوا شنو خدايت، شوفوا الزين ما شاء الله. شوفوا شوفوا هذا كان دار 39، خديته ب 15 يعني 39 اورو. كيف قلت لكم هذه ب 125 اورو بالنسبه للبنات اللي في المغرب، يعني 150 يعني كلهم كانوا 100 الفوق. هذا ديال البانيتون، بانيتون هذا خذاه راه كان طاحت ليه هاي بقى عنده ديك اللعيبه هنا، طاحت ليه التيكيت. ها واحد من اللي كان تيقيس فيه قاصح شويه طاحت ليه التيكيت. هذا ها هو، ها هو راه قيسو شويه. هذا ب 64 اورو كان داير 64 اورو يعني 12800 بحالي. خديناه ب 15 اورو بحال 3000 مغربيه. و هذه بالنسبه للولد ممكن ندوز انا. وهذه الصبر ديالها كانت يقلب عليها، ها هي كانت دايره 125. هادي ما فيهاش الصود، هادي ما خديناهمش من المحل ديال الصود، هادي خديناها من المحل اللي كنا باغيين ناخذوها. ها هي 128 خديناها بنفس الثمن 128، ما فيها لا صود ولا شيء. هاد الماركة هادي ها هي بحال تقريبا اللي عندي، هاد الماركة ها هي. هاد المايك تا هو هي بس زوينه من الداخل كتكون ها هي مريحة بصراحة. هذه طالعة معني تواكل، شفتو كان عنده مشكل في ليكافيليا يعني بالكعبة فاش كان طاح. هذه من أحسن الناس تجمع لي هنيت الكعبة تبقى مجموعة لي في هذا البرد. و شوفو شنو خدايت، شوفو الزين ما شاء الله. شوفو شوفو هذا كان داير 39، خديته ب 15 يعني 39 اورو ب 125 اورو بالنسبه للبنات اللي في المغرب، يعني 125 25000 مغربيه. وهذه 39 نقولوا 40، هذه 8000 مغربيه يعني 15 اورو. كان داير 8000 مغربيه دابا داير 15 اورو يعني 3000 ريال. شوفوا 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 الزين ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. المهم هذه مفاجاه ما غنقولش لكم وقت الحالي لمن. ها انتم غير هذه ب 15 وهذه 125. ها هو التوتال، ها هو التوتال 140 اورو بيناتهم. الصحه والراحه اللي غادي نلبسوه. صافي ندوزو عندي انا خديت ليا هذا كان داير 100. ها هو هاد الماركه عجبتني صراحه، تمنين و نتقلب عليها. هذا البنات كان داير 140 اورو يعني 100 جايب 20 و 40 جايب 8000 كان داير 28000. كان داير 28000. واه ها الماركه ديالو الداخل فيه ها هي. كندير الديكا حاجة دروينا، هذا داير 28000 تيحمق خفيف عنده من داك الشيء الرفيع. ها هو كتلبسوه على هاد الشكل البنات، وتقدروا ثاني الا بغيتو تهزو حتى بحال هكذا. واعر واعر هذا عجبني، يعني قلت لكم كندير 140 اورو خديته ب 70 50%. هذا 70 يعني بحالي 70 اورو 14000 الحمد لله. صافي وهذه دارت ليا اختي ما كثر خيرها. ها هي واعره 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 هادي واعره كتحمق شي ديال الهاي. ها هي عندها ديجا الستيان منها، و كاين تما لي الماعن خديت هادو زوينين تيدخلو ديال الزاج عندهم نقطة ديال الميكاب
هذيك النهار كيف قلت لكم على تديروا شي حاجه تدخلوا الثلج ما احسن تكون فيها الزاج زوينين على السماء الضوء خارج حسن ما كان انتم كيفاش دايرين هكذا تيحمقوا هادو ونوريكم الحاجه اللي عجبتني بزاف كنت كنتسنى فيها هذه كنت كنتسنى فيها بنقصوا شويه ولكن واخا نقصوا ما نقصوش داكشي اللي هما داكشي اللي انا بغيت ريبان تيعطوك معاهم اللعيبه ديالهم نقص تقراو داكشي واو هذا صراحه الريبان عندهم هاد اللعيبه ديال النمر تيحمق البنات هذا دايرين 155 اورو بصراحه ما نقصتش ليا بزاف لان ما فهمتش هادو ما فهمش 50% ما كيديروش فيهم 50 كيديروا في بعض الماركات هادو لا يعني خدم 155 خلاتهم ليا واو خلاتهم ليا 130 اورو يعني 36 يعني 26000 ريال مغربي خلاتهم ليا 130 حيدات ليا من 155 حيدات ليا 25 اورو حيدات ليا 5000 صافي ديري فيهم غير شي من حقاش تاع 10% صافي هادو هما واعرين انا باش عجبوني عندهم هاد اللعيبه ما تضرنيش معنا راكم عارفين ما خصنيش ندير الحديد بزاف عندهم هاد اللعيبه ديال النمر زوينه بلاستيك النمر وعندهم هاد البلاصه ها هي ديال فيها القومه يعني ما لقاش فيها المشكل هادو بصراحه عجبوني كيحمقوا عجبوني واحد منهم ما نقولش لك ما تيبانو كحلين ولكن ما درتش قبيله باللي كانت السمش واعر لا الصوبان ولا كلشي بروتيكسيون وكلشي وزعما عندهم واحد تيبين واحد العالم اخر بصراحه فني عجبوني وحتى راسي قالت لي مسكينه المراه قبيله واش نسدهم ليك لجوك يعني الدري قال لك على حساب وجهك معنا ما عارفين وجهي شويه طويل وضعيف قلت ليها لا دابا وقت الحالي هما ما كيطيحوا ما تيشي حاجه غير هما كي قالت لي النصيحه لا واه القضيه نعرفها من بكري قالت كنظر باش كتخرجوا عليهم داك كنبقاو نديروا بحال هكذا هذيك القضيه ديال فوق الشعر هي اللي كتوسع النظر لان عندنا هاد البلاصه كبر من هاد البلاصه قالت لي انا وصيك الا بغيتي النظر يبقاو ديما على قد وجهك ما ديريش فوق الشعر ملي تحيديه ما تبغيش تدخلي شي بلاصه قالت لي بحال مثلا كنشوف الناس كي كيديروا بحال هكذا قالت لي ديروا بحال هكايا احسن ما ديروهمش فوق شعركم قالت لك نصيحه لا لانك تخسرهم ديك القضيه ديال فوق الشعر بصراحه واعرين قولوا لي كيجاوكم كيجاوني وعطوني الراي ديالكم احباباتي وربي يحفظكم ليا ونقول لكم الى اللقاء نشوفكم ان شاء الله باذن الله مع فيديو قادم باي باي مع السلامه خوتي خواتاتي كنبغيكم بزاف ما تنسونيش من لايك باي باي